أظن أنتوا ارتحتوا على الآخر بعد مقابلة الباشا ليكم أكتر ما كنت تتخيلوا. ودي حاجة تضايقك في حاجة عدلي بيه؟ وأنا أتضايق ليه؟ أبداً، حسيت بس سعادتك يعني متحمس قوي إن عزام هو اللي يمسك المسابق. أنا ما يفرقش معايا مين اللي يمسك المسابق، اللي يفرق معايا مصلحتي، مصلحتي بس. اللي أقول لعدلي بيه صحيح، هو فعلا رشوان وحنفي اتدفنوا في جنينة الباشا؟ ما تشغلش دماغك بالحاجات دي، خلينا في المهم. انا بكره الصبح هحضر الورق والعقود، تعدوا عليا في المكتب انتوا الاتنين تمضوها. ماشي يا باشا، نعدي ونفوت ونمضي ونعمل كل اللي الباشا قال لنا عليه. المهم يا باشا، احنا هنستلم المسابق امتى؟ مجرد ما تمضي العقود أجهز الأوراق وتستلموا المسابق على طول. الله عليك يا أحسن عدل بيه فيك يا مصر. تحبوا أوصلكم مكان يا بهوات؟ يا باشا حطينا مطرح ما خدتنا قدام مكتبك يبقى زي الفل قوي. ماشي يا بهوات. بهوات؟ آه، أنت خلاص من هنا ورايح بيت بهوات. واضح انه حضرتك معجب بيهم قوي جدا يا رشا، معجب بيهم جدا، وبالذات الواد اللي اسمه حربي ده، اول ما شفته لفت نظري. ايوه بس خلي بال حضرتك، الولاد دي لمضر وطماعين وباين عليهم ان دماغهم ناشفه قوي، ومش سهلين وبيحرصوا وعاملين حساب لكل الظروف. الولاد دي عاجبني قوي، عشان كده دول عاملين زي ما يكونوا اول ما بينزلوا الملعب عارفين طريق الجون فين وعارفين ازاي يجيبوه. وانا طول عمري يا روشا احب الجون الملعوب. افهم من كده انه حضرتك خلاص نويت تنزلهم اساسي؟ فراوده فراوده يا رشا، الولدين دول هيبقوا فراوده. لو إني في حاجة في الموضوع ده قلقاني مش مريحاني كده. خير يا باشا؟ العيال دي موهوبين بالفطرة، وده شيء واضح ومفهوم وعادي، بس هيئتهم وثقافتهم ما توحيش إن هم اللي خططوا ودبروا وبالشكل العبقري اللي اتنفذت بيه العملية. قصدك إيه يا باشا؟ مش فاهم. الولاد دول كانوا دايما بيهددوا ان في حد بظهرهم، في حد وراهم، والحد ده احنا ما نعرفوش. مش بعيد يكون الحد ده هو اللي بيخطط وبيرتب. لو توقعي ده صح يبقى مهم جدا بالنسبه لي اعرف مين الحد ده. معنى كلامك ده يا حربي ان الباشا الكبير وافق على كل طلباتك؟ وافق، وبكره هنروح لعدل نمضي العقود. هتروحوا له على الساعه كام كده؟ يعني على الظهر كده. حلو، بعد ما تخلصوا معاه تقولي تقولي لي ايه اللي حصل. باذن الله يا احسن محامي فيك يا مصر. بس انا بصراحه مش مصدق ان الباشا وافق بالسهوله دي، خصوصا بعد الكلمتين اللي مالهمش لازمه اللي قالهم عدلي. كان عايز يطير المصلحه مننا ويديها لعزام. لا بس الباشا ما سمعلوش ونفذ اللي في دماغه على طول. والله من كلامكم على الباشا الكبير ده ابتديت اعجب بيه. تعجب بمين يا متر؟ ده راجل خطر قوي، ده بلوه مسيحه. ده دفن رشوان وحنفي بالحياه في المزرعه وغلطه واحده بس عملها. ما بالك بقى لو غضب علينا وحارب هيعمل فينا ايه؟ هيشفطنا مع الارض شفط. رشوان دفع ثمن تهوره وغباوته. ما تهيأليش في حد منكم غبي او متهور. لا 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 ابو صلاح، برضه الامر ما يسلمش ولا حاجه، الراجل ده يبقى فيه بيننا وبينه بيزنس، وانت برضه سيد العارفين الخلافات ورده وحاجه كده ولا بتاع حب نروح في ثانيه. دي عندك حق حلو، خلافات ورده، بس المهم كل الخلافات تظهر نعالجها بالراحه وبهدوء وبعقل ومن غير تهور.
وبعدين الراجل بالشكل اللي بتحكوا عنه ده رجالة، كل اللي يهمه في الحياة مصلحته ومكسبه بس، وطول ما هو حاسس إن شغلكم معاه هيكسبه عمره ما هيغضب ليكوا أبدا. بس أنا برضو مش مطمن يا متر، أصل أنت كان لازم تبقى معانا عشان تشوف الراجل ده عايش إزاي وتحس بيا. ده عنده حراس وسلاح، والله أعلم عنده إيه تاني. أنا حاسس فيك يا زين ومقدر اللي أنت فيه، لكن برضو بطمنك إن الراجل الكبير طول ما هو شايف إن شغلكم معاه هيكسبه ويفيده عمره ما هيفكر يأذيكم أبدا، على الأقل في المستقبل القريب. طب وبالنسبة بقى للمستقبل البعيد اللي إحنا يعني نفضل تحت رحمته طول العمر؟ وأنا صحيح عايز الكيكة تطلع معايا في العالي، بس من غير ما حد يتحكم فيا، والا العالي لما اخذه ما يبقاش ليه طعم. في حاجه لازم تفهموها كويس، ان احنا واحنا بنطلع لفوق لازم نطلع سلمه سلمه. مساله بدات بقبضايا لعبتوه وخلصتوا منه ومسكتوا المستودع وبقيتوا كوماندات المنطقه، وبعدين دخلنا على رشوار لعبناه وغلط ووقعه وخلصنا منه هو كمان ومسكتوا المسابق بتاعته. هنقابل كتير في طريقنا، بس لازم نطلع سلمه سلم. حلو، حلو قوي 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 الكلام ده، كلنا عارفينه وفاهمينه ومرتبينه مع بعض. لكن بيتهيألي يعني لحد الباشا الكبير بقى يعني ونقف للخلف ضر، ولا يا زين؟ انت كده تعجبني، ما انا من الصبح عمال اقول الكلام ده. لاننا هنبقى عاملين زي لما مؤاخذه فريق مركز شباب عين الصينه وهو بيلعب النادي الاهلي ولا برشلونه ولا حد من الفرق الكبيره الاجنبيه دي، الماتش نتيجته هتبقى معروفه من قبل ما يبدا. مساله مش بتتحسب كده يا حبيبي. احنا بنطلع لفوق بندوس على ناس، احنا كمان بنكبر لحد ما نوصل للباشا الكبير، هنكون احنا كمان بقينا كبار، ساعتها مش هيبقى صعب نقف قدامه ونلعب. بس المساله دي لسه بدري عليها قوي، لسه قدامنا ماتشات كتير عشان نوصل للفاينل. بس خلينا دلوقتي في الماتش اللي احنا فيه نركز، هنجيب فيه كام جول وبعد ما نخلص منه نشوف اللي بعده. وزي ما قلت لكم سلمه بتوصل لسلمه، وانا بتاكد ان احنا ان شاء الله هنوصل للنهائي ونبقى جاهزين له وهناخد الكاس. حق لو ده حصل يا ابو صلاح. هيحصل يا حربي، هيحصل. بس انت برضو ما قلتش قابلت الباشا الكبير ده فين قبل كده؟ فاكر اليوم اللي اماني عدت عليا فيه ومشينا في تاكسي؟ لما انشرح كانت مقيره منك. ايوه انا بقى قابلته في اليوم ده. نعيم السيوفي؟ قابلته فين يعني؟ ما اتضح بقى ان هو صاحب الجورنال اللي بتشتغل فيه اماني، كان عايز يقابلني عشان الموضوع اللي بتعمله عني وعن الحته وكده. لا 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 لا، استنى هنا وعلى مهلك قوي. انت عايز تقول لي ان الباشا الكبير هو صاحب الجورنال اللي بيشتغل فيه اماني؟ ايوه، نعيم بيه السيوفي رئيس مجلس اداره جورنال حق الناس، راجل الوطني نصير الغلابه وكل الكنافه دي، طلع هو الراس الكبيره التعبان اللي ورا المصايب اللي في الدنيا دي كلها. طب واماني تعرف ان هو ده الراجل الكبير؟ لا طبعا اكيد ما تعرفش. وايه اللي خلاها طبعا ما تعرفش؟ اصلك ما سمعتهاش وهي بتتكلم عنه. نعيم بيه ده بالنسبه لها المثل الاعلى، راجل وطني اللي بيحب الفقراء وعايز يحسن حاله. بالمخدرات؟ بالهيروين؟ ده بينامهم في العسل. لا اكيد ما تعرفش يا زين يعني. يا خوفي يا عم حربي لا تطلع عارفه كل حاجه ويبقى هو اللي زايقها عليك تلم معلومات وتوصلك لحد عنده. يا عم انت بتخرب بتقول ايه؟ اماني دي بنت ناس وجدعه ومحترمه، وبعدين ده اخوها ظابط. اخوها ظابط يعني ايه؟ اخوها ظابط وبتشتغل على انتاج المخدرات يا حلو. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انت طبيت يا صاحبي، وده مش عيب. اهم حاجه انك ما تخليش الحب يعمي عينك، لا تغلطنا كلنا وتودينا ورا الشمس. طب اتسد بقى على المسا ويلا بينا عشان ننام، انا ناقصك انت راخر. حبيبي يا حربي والله